هذا الحين انت تسوي صبغ كله كم يجي شعر؟ 80. ليش 80 ماما؟ انا اروح ثاني صالون سوي ديسكاونت، شنو انت ياخذ فلوس حطي مني؟ ما يقول حق مدام انا عارف. قول لا انا ما ياخذ فلوس داخل جيب ملانه، هذا صالون فيه مقترب. حتى لو صالون فيه محترم هذا شعر ما يجي 80 دينار. تخيلي تقول لي بصبغ شعر تقول 80 دينار. لا حبيبتي وانت شو بتصبغين؟ ما عندي فلوس صبغ. ايش دعوه حصان اختك عاد. شوي شوي في صبون ترى داخل الصالون. نعم ما رفعنا صوتنا. طيب هذه خلصيني يلا ماما سوي انا شعر لا يقرقر واجد. لا انا ما اقدر اسوي له شيء. امضي شوفي ترى انا مجنون انا مني هذا صالون يلا سوي كسر. من عين قضيه. سوري سوري ما يخالف بس سوي التنظيف هذا شعر وسوي اظافر. لا سوري انت اطلع برا. طردتني طردتني. شوفي هذا صالون ها ما يجي انا مره ثانيه. انا بالطيبه انا منيره تنوره تشوف تكلميني كذي. اقسم بالله لو ما تفهم علي والله انا اسوي كله كسر. قسمي انا علمك ماشي انت يلا تدرين انا وتطرديني بعد ما تاخذين حقي. هذا مو ناوي يطلع اليوم؟ واي حرتني حرتني وديني حقها وديني حقها. حرتك انت؟ فشلتيني فشلتيني. الحين شو اسوي؟ شو اقول حق رفيشتي؟ والله مالت عليك وعلى رفيشتك وعلى صالونكم. لا لا تخليني الحين لكت نفسي بالسيارة ورب الكعبة ترى نرفزتني هذه. عسى عسى عشان افتك منك. مجنونة انت؟ تعال مجنونة مرة ثانية. وديني البيت. راح اوديش البيت. اف شو اقول لها؟ شو اقول لها؟ شو اقول لها الحين؟ والله ما راح تدخلني الصالون مرة ثانية. ان شاء الله ما تدخلك وينهدم الصالون. انت ليش تسوين بروحك كذي؟ ليش تسوين فينا احنا كذي؟ شنو سويت فيكم؟ ابد ما سويتي شيء. بسم الله عليك ملاك. وديني البيت بوديك.